اهلا بكم من جديد. غدا الرئيس السيسي يتوجه الى باريس حيث بيشارك في مؤتمر المناخ، وهو مؤتمر مهم تحت مظله الامم المتحده في 135 دوله. مصر ستعبر عن الرؤيه الافريقيه وسترأس المجموعه الافريقيه في هذا المؤتمر. طبعا الحقيقة أنه أهمية هذا المؤتمر دلوقتي في باريس مش بس فكرة أنه مؤتمر المناخ، طبعا موضوع المناخ والتغيرات المناخية وكل الانبعاثات والكلام ده كله كلام مهم، لكن الأهم دلوقتي هو موضوع الإرهاب. وعلى هامش هذا المؤتمر بالتأكيد هيكون في لقاءات، طبعا رئيس هيقابل فرانسوا أولاند وهيقابل عدد آخر من الرؤساء، هيقابل رئيس مجلس الشيوخ، هيقابل وزير الدفاع والداخلية الفرنسيين، وهيقابل طبعا عدد من الرؤساء. أهمية إن إحنا دايماً نكون موجودين بهذا الثقل في المؤتمرات الدولية، مصر موجودة، مصر هتفضل موجودة، ده موقفنا، والتنسيق طبعاً مع الدول الأخرى في قضايا تتعلق بالإرهاب. بقالنا يومين في جدل حول زيارة البابا توادروس، خلاص البابا توادروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطرك الكرازة المرقصية للقدس للصلاة الجنائزية على الأنبا إبراهام مطران القدس والكرسي الأورشليمي تنفيذا لوصيته. العلاقة اللي بين البابا توادروس وبين الأنبا إبراهام هي واضح أنها كانت علاقة قديمة جدا، لأنه البابا توادروس تتلمذ على يد الأنبا إبراهام عندما كان في دير الأنبا بشوي بوادي النطرون، وعلاقته بيه علاقة قوية جدا كما قال البابا في تصريحاته، ويعني زي ما قال أنه يعني يدين له بالفضل، ولذلك قرر السفر إلى القدس بشكل استثنائي تنفيذا لوصية الراحل. طبعا في بقى جدل حوالين إن هو دخل عن طريق تل أبيب، ما دخلش عن طريق مثلا الأردن، أو ما دخلش عن طريق الأراضي الفلسطينية، يعني في جدل حول هذه الموضوع. لكن الحقيقة إن إحنا لازم ننظر للموضوع بوجهة نظر مختلفة تماما. المفتي السابق شيخ علي جمعة ذهب إلى القدس لزيارة الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى، ولدعم المسلمين هناك ولدعم الفلسطينيين المسلمين هناك. الآن البابا توادروس رغم أنه هو بينفي أنه هو راح في زيارة وقال دي يعني واجب عزاء فقط، لكن الحقيقة أن احنا لازم ندعم أيضا العرب المسيحيين هناك. أذكر في حواراتي العديدة مع أبو مازن رئيس الفلسطيني دايما يقول لي إيه؟ يقول لي أنكم تعاقبون السجين ولا تعاقبون السجان. أنتم بامتناعكم عن زيارة القدس، بامتناعكم عن دعم الفلسطينيين والعرب هناك الواقفين بيحاربوا هذه المعركة لوحدهم، بامتناع رجال الأعمال عن الدعم، بامتناعنا عن أن احنا نروح حتى زيارات دينية للمسجد الأقصى أو حتى لكنيسة القيامة، احنا بنعاقب السجين وليس السجان. محتاجين ان احنا نعيد التفكير في هذه القضيه. القضيه هنا مش تطبيع، القضيه ان احنا ممكن ندخل الى القدس بطرق مختلفه، القضيه هنا مش تطبيع. لازم نفكر في اللي بيقوله ابو مازن، ولازم نفكر في ما قام به الشيخ علي جمعه وما قام به البابا توادروس بشكل مختلف. كيف ندعم الفلسطينيين هناك والعرب هناك مسلمين ومسيحيين للدفاع عن أرضهم والدفاع عن مقدساتهم؟ لما بنكون هناك بندعمهم، لما بيكون في حفلات بتدعمهم، هو ده المهم، ان احنا ازاي ندعمهم في الداخل مش بس بشعارات في الخارج. نشوف هذا التقرير. مشهد نادر لم يعتاده المصريون، وزيارة للقدس أثارت عاصفة من الجدل. البابا توادروس في مرمى هذا الجدل العنيف، رغم تأكيدات الكنيسة أن زيارته للمدينة العتيقة لأداء واجب العزاء في مطرانها الراحل الأنبا إبراهام. إحنا موقفنا من زيارة القدس هو موقف واضح جدا، إن إحنا لما نحب نزور القدس نزورها ويا كل إخواتنا المصريين. مقاطعة القدس بدأ مع عهد البابا كيرولوس السادس البطريرك 116 للكنيسة الأرثوذكسية، الذي رفض زيارة المدينة في أعقاب هزيمة عام 1967 وسقوط القدس تحت الاحتلال وبدء عمليات التهويد الواسعة بها.
ظل الأمر كذلك حتى جاء العام 1980 حين قرر المجمع المقدس وهو أعلى سلطة في الكنيسة منع الأقباط من زيارة القدس في مواسم الزيارة الروحية كوقت أعياد القيامة. قرار المجمع ظل ساريا طوال عهد البابا شنودة الثالث لدرجة أنه كان يعاقب الأقباط الذين يزورون القدس بالحرمان الكنسي، أي الحرمان من سر التناول، وهو أحد الأسرار المقدسة السبعة للكنيسة الأرثوذكسية. تكهنات وتفسيرات، جدل وانتقادات، لكن الكنيسة قطعت الشك باليقين حينما أعلنت أن الزيارة مجرد واجب إنساني لا علاقة لها بموقفها الثابت بعدم زيارة القدس وهي تحت سيادة الكيان الصهيوني. طارق أحمد، هنا العاصمة. هو السؤال، إحنا هنسيبهم لوحدهم؟ يعني هنسيب الناس دي العرب اللي جوه القدس دي بيدافعوا عنها، بيموتوا كل يوم بيدافعوا عنها بروحهم، مش عارفين يخشوا يصلوا، هنسيبهم لوحدهم؟ ده سؤال لازم احنا نسأله نفسنا. انا ما عنديش رد، ولكن لازم يكون عندنا فكر جدلي مختلف. القضية مش التطبيع، القضية ان انا عايزة اطبع مع العرب ومع المسلمين ومع المسيحيين ومع المسلمين مع دول، مع الفلسطينيين، هم دول اللي يهموني في هذه القضية. منذ أيام قليلة الحقيقة أنه اتحاد البنوك والبنك المركزي أقام احتفالية جميلة، تسليم وتسلم ما بين المحافظين، ما بين هشام رامز ويعني السيد طارق عامر، وده كان تكريم لهشام رامز الحقيقة، وكان يعني تسلم هشام رامز درعا وهدية من اتحاد البنوك، وده كان الحقيقة يعني الحقيقة خد جوائز طبعا من كل حاجة، البورصة والبنك الأهلي وغيره ورقابة المالية، ويعني الحقيقة أنها كانت يعني سابقة لطيفة جدا بين المحافظين، هشام رامز اللي بنحييه على كل مجهود اللي قام به، وطارق عامر اللي بنتمنى له كل التوفيق وربنا يعينه بقى على المشاكل والأزمات القادمة. لكن يعني كما أدار هشام رامز البنك المركزي بكفاءة، أتوقع أنه طارق عامر يدير البنك المركزي بكفاءة. أيضا أعلن عن مجلس تنسيقي سيضم الدكتور محمد العريان والدكتور فاروق العقدة، ودي فرصة أن احنا نحيي أيضا محافظ مركزي كان شاطر جدا دكتور فاروق العقدة. يعني الحقيقة اختلفنا، ولكن دايما كنت أقدره وأقدره دائما الحقيقة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق. النهارده ودعنا 4 شهداء في يعني حادث إرهابي جبان بهجوم بالأسلحة الآلية على كمين أعلى كوبري زويل في منطقة سقارة. الشهداء هم أمين شرطة أحمد فتحي، أمين شرطة مجدي إبراهيم، مجند محمد زارع، مجند أحمد سامح. خالد معي على الهاتف سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة. سيادة اللواء بعزيك وبعزي مصر كلها، نحتسبهم عند الله شهداء وربنا يعوض أسرهم ووزارة الداخلية عنهم خير إن شاء الله بإذن الله. يعني اشرح لنا ماذا حدث في هذه الجريمة، وهل يعني بتعملوا إيه عشان القبض على المجرمين؟ هو أستاذ الأميس، النهاردة كان في طوف أمني بيمر على طريق المريوطية البدرشين. طوف الأمن ده بيفضل يعني سائر على الطريق ذهابا وإيابا لتأمينه وملاحظة الحالة الأمنية، وكل فترة بيتمركز في نقطة معينة. أثناء تمركزه النهاردة صباح اليوم عقب مروره على الطريق وعند كوبري زويل أمام قرية المنوات، جت دراجة نارية يستقلها فردين ملثمين، نزل منهم واحد وأطلق عيارة نارية على عربية الشرطة من الخلف، كان يجلس فيها 2 مجندين ويعني استشهدوا في الحال، وقام بإطلاق النار فورا على فردي الشرطة اللي هم في الكابينة الأمامية من الخلف. نعم. وعقب ذلك قام بالتوجه إليهم من الجنب وأطلق عليهم عيارة نارية أخرى، واستشهد 4 أفراد ويعني فر الجناة. وطبعا أجهزة الأمن بتقوم بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال شهود الحادث،
وان شاء الله باذن الله يعني هيتم القاء القبض عليهم زي ما تم القاء القبض على غيرهم من قبل، وكثيرين تم القاء القبض عليهم من المتهمين في ارتكاب حوادث ارهابيه او المتورطين فيها. المرحله القادمه عندنا تامين الانتخابات طبعا بالذات في شمال سيناء، ويعني نحن شهدنا ما حدث للقضاء في الفندق اللي استهدفوا فيه وكمان الشرطه استهدفت فيه، يعني اخبار التامين ايه يا سياده اللواء؟ يعني هو ان شاء الله باذن الله يعني التامين كان على المستوى العام زي ما حضرتك تابعتي والساده الاعلاميين تابعوا، التأمين كان على مستوى جيد سواء كان من الجيش أو من الشرطة، الناس تواجدت والناس كانت متواجدة، وكان شمال سيناء وجنوب سيناء بيحظوا بقدر كبير جدا من التأمين، وإن شاء الله بإذن الله التأمين هيبقى في الجولة الثانية من المرحلة الثانية بإذن الله هيبقى يعني مش بنفس القدر، هيبقى أعلى من القدر اللي كان موجود، وإن شاء الله بإذن الله يعني هيبقى في إصرار من أجهزة الأمن على تحقيق الأمن الشامل أثناء الجولة الثانية، وإحنا برضك بنطمن الناس إحنا موجودين وإحنا يعني فدا الناس كلها، يعني ده دورنا وده واجبنا وده قدرنا، وإن في ضريبة لازم تدفع لتحقيق الأمن وتأمين الوطن، والضريبة دي إحنا بندفعها وإحنا راضيين يعني عنها. امبارح برضك اتفضل يا فندم. يعني أنا بس كنت عايز أشير بقى بمناسبة هذا الحادث، كان السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية امبارح في زيارة للمصابين من رجال الشرطة والسادة المستشارين، أحد رجال الشرطة اللي هو طارد الولد اللي فجر نفسه وأطلق عليه على الضابط عيار ناري، والضابط وهو مصاب قام بإطلاق عيارة نارية على هذا الإرهابي، وقاموا بقية الضباط بمطاردته. الضابط وهو في المستشفى طلب من السيد الوزير طلبين، الطلب الأولاني قال له يا فندم بعد ما أخف أرجع تاني شمال سيناء، الطلب الثاني قال له أرجو إن ستك ما تنقلنيش من شمال سيناء. يعني الروح وقال له احنا ادينا واجبنا وكنا ابطال وتقدمنا. ما هم قتلوا، ما هم قتلوا الجناية، يعني قتلوا يعني واحد فجر نفسه والتاني اتقتل. يعني ده بمناسبة التأمين وبمناسبة شمال سيناء، يعني رجال الجيش ورجال الشرطة يعني بيأدوا وهيأدوا واجبهم على أكمل وجه لحماية وطنهم وحماية شعبهم وحماية مخدرات الشعب. طيب سيادة اللواء طبعا يعني في الايام القليله الماضيه كان بتطلع شويه اخبار بقى عن يعني تعذيب هنا تعذيب هناك، يعني انا عارفه طبعا دي يعني ده شيء غير ممنهج ودي اخطاء فرديه، لكن هل انتم بتتعاملوا ازاي بتتعاملوا مع هذه الامور سواء ما حدث في الاقصر او حدث في مكان اخر؟ بدايه يعني انا عايز ااكد على حاجه وقلتها قبل كده وهقولها وهستمر اقولها، الوزاره لا تحمي اي شخص من ابنائها يخالف القانون او يتجاوز مع مواطن او يرتكب اي اعمال تسيء الى معامله الى المواطنين، ده نمره واحد. الوزاره تتعامل بشفافيه ووضوح تام في مثل هذه الوقائع. لا تحمي احد، لا تتستر على اخطاء، لا تتجاوز اخطاء. بتحاسب وبتتصدى، إذا كان الواقعة تمثل مخالفة إدارية يتم إجراء تحقيق داخلي، ويتم إذا ثبت هنا أن هناك تقصير يتم مجازاة المقصر، وهذه الإجراءات تتخذ وبتتخذ بشدة. الحاجة الثانية، إذا كانت الواقعة تشكل جريمة أو مخالفة قانونية الوزارة تحل النيابة العامة. إحنا مش عايزين أي حد يستغل أي عمل أو أي تصرف فردي ليسقط على الوزارة ويهدر جهود الضباط والأفراد ويطمس تضحيات الشهداء من رجال الشرطة. ده حقيقي. هذه التصرفات يا فندم. ده حقيقي. مثل هذه التصرفات بتدي فرصة للآخرين طبعا. اللي هم ما يعرفوش وما يعلموش أن الوزارة بتتصدى ليها وبتواجهها بكل قوة. ان هم يستغلوها للاسقاط على الوزاره وتشويه صوره الوزاره. وبالتالي انتوا عملتوا ايه مثلا في الوقعتين الاخيرتين؟ على النيابه يا فندم، على النيابه. على طول. النيابه. يا فندم. أنا بشكرك على هذا الرد لأنه فعلا زي ما أنت قلت هي جملة مهمة جدا، أنه للأسف بعض الأخطاء الفردية
بتطمس كل يعني او مش بتطمس بتدي يعني ظلال سيئه على كل الناس اللي بتضحي بنفسها، كل الناس اللي بتضحي بنفسها كل يوم واللي بتموت كل يوم، يجي حادث خطا فردي من ده فيبقى بيؤثر على 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 الامور الاخرى اللي هي اكثر اهميه. انا بشكرك سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخليه لشؤون الاعلام والعلاقات العامه. اذا احنا بنتكلم على اخطاء فرديه، أرجو إن ده يبقى واضح مش ممنهج عشان بس استغلال الأمور وإن إحنا نكبر الدنيا. وكويس الحاجات بتروح للنيابة والمخطئ في منهم واحد دلوقتي في يعني محبوس، نيابة حبسته. طيب نشوف هذا التقرير عن مؤسسة هبة السويدي الجميلة، هبة السويدي ومؤسساتها الخيرية عن بني سويف خالية من الحروق. قرية أحمد علام أول قرية آمنة من الحروق في بني سويف، مبادرة نفذتها مؤسسة أهل مصر بعد أن تعرضت منازل كثيرة بالقرية للحريق وتسببت في الكثير من الخسائر. مبادرة تستأنف بها هبة السويدي رئيس مجلس أمناء المؤسسة نشاطها من جديد بعد وفاة طفلها الأصغر. مؤسسة أهل مصر أسست سنة 2013 وهبة السويدي بهدف عام إن احنا نعالج الناس. كنا شغالين على قلب وعيون وحروق، وبعد كده قررنا ما اشتغلنا شوية في الحروق إن ما فيش حد شغال فيها، فقلنا احنا لازم احنا نعمل ده. هنا في عزبة أحمد علام كان في حريقة حصلت من سنة ونص، نزلنا القرية ودرسنا أسباب الحريق، وصلنا خطوط مية رئيسية، عملنا الأسقف بطريقة آمنة، وصبينا عليها من فوق طبقة خرسانية بسيطة عشان نقدر إن احنا الكهرباء أو الحريق ما يتنقلش من بيت لبيت بسهولة. نجلاء زغلول أول المتضررين من الحريق الذي تعرضت له القرية والذي أتى على كل شيء في منزلها المتواضع. بيتي كانت النار جاتنا هنا من ورا، واحد قاعد بيعمل شاي والنار بقى صبطت كده من ورا في البيت، وإحنا كنا بنجيب حشيش للمواشي والباب كان مقفول. طبعا المواشي ماتت والخسائر يعني خسائر هنا خسرت كتير يعني بصراحة. لكن انتهت المبادرة فعليا من إعادة المنزل وأربعين آخرين إلى حالتهم وأكثر، فضلا عن تدريب الأهالي والأطفال على كيفية المواجهة. يا رب خلوا مصر وأهل مصر هم اللي جوا عملوا لنا الحاجات كلها دي. الناس كانت مستجيبة لا لشيء أكتر إن هم اتلسعوا، يعني هم حسوا يعني في كتير منهم فقد بيته مواشيه حاجات غالية عليه، ففي فعلا تغيير. إذن هذه القرية البسيطة هي البداية لمشروع مؤسسة أهل مصر والذي سيشمل قرى كثيرة تفتقر لأدنى مستويات الأمان لمواجهة الحرائق. مبادرة طيبة تحتاج إلى مزيد من الدعم. نسرين فؤاد، هنا العاصمة.